في كل المناسبات على حد السواء تشهد الطرقات اكتظاظا مروريا يزيد تهور بعض السواق والسرعة فواجعة لتسجل الحوادث القاتلة في تونس وما ينجر عنها من خسائر مادية وبشرية. بصراحة برشا امبوتياج، وأنا نخدم كسائق سيارة أجرة، والله العظيم عم تعمل ستريس وتعبين برشا. مواطن أذرعك يا عليف الكياس، نقول هيك أذرعك يا عليف. كيف قانون رده ولا وعي ما فماش؟ وعي ما فماش وشوية قانون. شختو كي يبدا فما شق الفطر قريب معناه تبدا ثنية بعيدة. أما سينو سافا معناه توا ربي يستر ربي يوصلنا. كي نعرفوا اللي بلادنا للأسف كان معدل سنوي أكثر من 8000 حادث مرور بدني كل سنة وأكثر من 1336 قتيل كمعدل سنوي كذلك وأكثر من 11000 جريح كل سنة. للأسف حتى سنة 2023 الثلاثي الأول كانت هنالك عديد الحوادث تقريبا 1500 حادث أدوا لأكثر من 300 قتيل وأكثر من 2000 جريح. ولهذا السبب تسعى بعض منظمات المجتمع المدني على غرار الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والهلال الأحمر التونسي لتنظيم حملات توعوية للمساهمة في الحد من هذه الحوادث ولكي لا تتحول الأعياد والأفراح إلى فواجع مؤلمة. على كل مستعملي الطريق بضرورة اتباع السلوكيات الغير محفوفة بالمخاطر، خاصة ونحن معناها خارجين من شهر رمضان المبارك اللي فيه معناها قلة النوم وفيه السياقة تحت تأثير التعب. هدف متاعنا اليوم أن نحاول نوعيه أكثر ما يمكن من الناس من سواق السيارات وسواق العربيات بضرورة استعمال حزام الأمان، عدم استعمال الهاتف الجوال وإلا تشتيت الانتباه باستعمال اللي نرى فيها ليزو سوسيو الكونيكسيون وأنسي دو سويت. كيف نسعوا لهنا انه التزام السرعه المحدده. الجانب الثاني بون الجانب الاول توعوي، الجانب الثاني نعرفوا انه مع الدقائق الاخيره قبل موعد الافطار نعرفوا انه كيتيح مستوى السكري في البدن، دونك الانسان يولي يدخل في كريز في بانيك حاب يخلط اكثر للدار، دونك احنا نوفروا لهم وجبات كامله نتاع افطار. حتى المسافه ما بين الكرهب ما ثماش، دونك حاولنا نعملوا حمله. رغم مجهودات الدوله وانتشار اعوان الامن والدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في توعيه مستعملي الطريق، الا ان الجميع اكدوا ان وعي المواطن وتحليه بالسلوكيات السليمه هي الحل للحد من الحوادث.